كشفت الحكومة السورية عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد لقاء جمع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، في حين دعت موسكو إلى وقف جميع الأعمال القتالية في إدلب في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات انتشار الفيروس. ما إن غادر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو دمشق بعد لقاء جمعه مع الرئيس السوري بشار الأسد، حتى بدأت الحكومة السورية تكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث قالت إن أعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 5. زيارة الوزير الروسي لدمشق جاءت بهدف العمل على ردع تفشي فيروس كورونا، هذا ما أكدته صحيفة فيدوموسيتي الفيدرالية الروسية عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية. وتخشى موسكو من انتشار فيروس كورونا في سوريا نظرا لوجود آلاف الجنود الروسيين هناك، رغم تأكيدها بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس في أوساط العسكريين الروس حتى الآن. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الحكومة السورية تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بكورونا لسوريين كانوا في إيران، معلنة تطبيق الحظر الجزئي على التجوال لكبح انتشار الفيروس بدءا من مساء أمس. من جهة أخرى، علقت وزارة الدفاع الروسية على الهجمات التي استهدفت مدرعتين لجيش الاحتلال التركي في منطقة إدلب يوم أمس، قائلة إن الفصائل المسلحة تواصل شن عمليات استفزازية، محذرة من استمرار مثل هكذا عمليات في المنطقة. وأكد مدير مركز حميمين للمصالحة اللواء أوليغ جوزافيلوف في بيان إن الهجوم الذي استهدف الاحتلال التركي تم باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع زرعت من قبل من وصفتهم بالإرهابيين على طريق سارت عليه مدرعات تركية خلال تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن في محافظة إدلب. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي. دكتور شعيتو، أهلا ومرحبا بك على شاشة اليوم. في الحقيقة الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الروسي لدمشق وما أثرته من جملة تساؤلات لعل أبرزها انشغال العالم بكورونا، الأمور هادئة إلى حد ما في إدلب، برأيك أي رسائل حملت موسكو لدمشق من وراء هذه الزيارة؟ مساء الخير إلى كل مشاهدينا. يعني هي حملت مجموعة من الرسائل ويمكن ربطها بالمستجدات الأخيرة، إن كانت الميدانية منها أو إن كانت الوباء الكورونا أو العلاقات الروسية السورية في كل المجالات الأخرى. وهي ليست يعني زيارة مفاجئة وكأنها تهدف إلى إرسال نوع من الرسائل المحددة للقيادة السورية، بالعكس هي تأتي لنقاش كل هذه المسائل التي تحدثنا عنها، بالإضافة إلى الانتقال إلى العملية السياسية في سوريا وإعطاء فرصة لبدء الحوار ما بين المكونات السورية، اللجنة الدستورية التي تسمى، لتخفيف وطأة الصراع ومحاولة الحد من إمكانية الصراع العسكري الذي كان فعلا مدميا في محيط إدلب، وأنتج وقائع جديدة على السلطة السورية أيضا أن تستفيد من هذا الواقع وتحسن إدارة المناطق التي تم تحريرها، بالإضافة حكما إلى أن مسألة الكورونا هي مسألة ليست سهلة لتواجد عدد كبير من الخبراء الروس والجنود هناك، وهذا سينعكس سلبا أيضا على القوات الروسية لأنهم في حالة تبديل مباشر ودائم ما بين روسيا وسوريا. فكانت كل هذه الموضوع مطروحة على بساط البحث، وأعتقد الاتفاق واضح على الاستمرار أولا بمكافحة المنظمات الإرهابية، وهذه البيانات الروسية التي صدرت عن القيادة الروسية عن أن المنظمات الإرهابية حاولت تفجير بعض السيارات، هذه يعني نوع من الرسائل للقيادة التركية
أن العمل ضد المنظمات الإرهابية يجب أن يستمر، وأنتم متضررون منها أكثر من أي طرف آخر، بالإضافة إلى أن روسيا تسعى إلى أن تعود الحياة الاقتصادية الطبيعية الاجتماعية إلى طبيعتها في سوريا، وبالتالي هذا يخفف الأعباء التي تتحملها الحكومة السورية أولا وحكما القيادة الروسية من خلال مساعداتها. طيب، في الحقيقة هناك من فهم الزيارة على أن موسكو تريد إيقاف التصعيد تماما في شمال غرب سوريا إلى حين إتمام أنقرة التزاماتها فيما يخص الاتفاق الأخير المبرم في إدلب سيد شعيتو، خاصة وأن مركز المصالحة الروسية أعلن بأن الجانب التركي تعهد بالتزاماته بتصفية الجماعات المسلحة. يعني أنتم تعرفون العلاقة الجيدة ما بين القيادة الروسية والقيادة السورية وخاصة العسكرية منها، وهذا لا يتطلب زيارة وزير دفاع لأن توصل رسالة وقف الأعمال العسكرية أو التهدئة. هذه مسألة تقنية تفصيلية يمكن حلها ميدانيا ما بين القيادات الموجودة في سوريا مباشرة، لكن وزير الدفاع أتى ليشمل رسائله كل ما قلته سابقا. نعم. أولا لما أنه سينعكس سلبا حكما على روسيا إذا انتشر هذا الوباء، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للقيادة التركية أن تنفذ ما تعهدت به والاستمرار بمكافحة المنظمات الإرهابية. طيب، بعض المعلومات أيضا تتحدث عن مساعي روسية لأجل تعديل اتفاق أضنة بحيث يصبح 30 كيلومتر بدلا من 5 إلى 10 كيلومتر. هذه معلومات تركية تستعمل في الداخل التركي أن أردوغان حقق إنجازا معينا، كما حصل في شمال شرق سوريا حيث هناك يعني كوريدور أو بالأحرى هامش 30 كيلومتر يحاول تعميمه على كل الأراضي السورية. والمسألة ليست في المساحة التي ستكون خاضعة لمراقبة معينة، المسألة هي السيادة السورية. روسيا لا تفرط أبدا بأن كل هذه الاتفاقات يجب أن تمر عبر موافقة القيادة السورية الشرعية، وبالتالي تعديل اتفاق أضنة هو كان بين طرفين، يعني السلطة الشرعية في دمشق والحكومة التركية. إذن هما اللذان يوقعان هذا الاتفاق، وأعتقد بعد الخطأ الذي ارتكب في أضنة في 98 لن يتكرر مرة أخرى بإعطاء التركي فرصة لأن يتصرف كما يشاء في مناطق معينة. نعم هناك تعديل لهذا الاتفاق، محاولة تفهم الهواجس التركية مع أنها ليست حقيقية وليست صحيحة، ولكن في هذا الاتجاه تحاول الضغط أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أرسلت المجموع من الرسائل أنها ستتدخل للدفاع عن المنظمات التي تعتبرها هي أنها منظمات معارضة، ولكن روسيا تقول أنها منظمات إرهابية. وهذا الدور التنسيق والتبادل الأدوار بين تركيا والولايات المتحدة هو حتى الآن يعيق إمكانية الاتفاق والتخلص من المنظمات الإرهابية في شمال سوريا وانسحاب القوات التركية. طيب، نقطة أخيرة حول أدلب أيضا دكتور شعيتو، لماذا حتى اللحظة تنجح الفصائل المحسوبة بشكل أو بآخر على الاحتلال التركي بإفشال تطبيق اتفاق بوتين أردوغان مؤخرا؟ وكمتابع للمشهد السوري كيف تقيمون سيرورة هذا الاتفاق؟ أولا ليست المنظمات التي تنجح، هذا النظام التركي الذي يستعمل هذه المنظمات لتحسين شروط الاتفاق مجددا، خاصة وأنه لم يكن لصالحه، حيث أنه تخلى عن الطريقين الأساسيتان اللتان تصلان حلب بدمشق واللاذقية، وبالتالي هو الذي يعطي الفرصة ويعطي الإشارة لهذه الأعمال من أجل أن يحسن هذه الشروط ويعيد طرحها مجددا على طاولة المفاوضات. نحن نعتقد أن يعني الموقف الروسي والسوري واضح في هذا الموضوع وهذه المسألة. نعم. لا تراجع عن تنفيذ الاتفاق بالإضافة إلى سحب المنظمات الإرهابية من إدلب. طيب، إذن لماذا حتى اللحظة تعلق موسكو الآمال على النظام التركي لتطبيق الاتفاق؟ هي هنا موازين القوة، يجب أن لا ننسى أن تركيا تستطيع وما زالت
اللاعب الأساسي بإمكاناته الضخمة وبالدعم المباشر من الناتو الذي يتبادل معها الأدوار، وهذه وقائع لا يمكن أن إلا تؤخذ بعين الاعتبار إن كان من القيادة السورية أو القيادة الروسية. وروسيا ليست مستعدة للصدام مباشرة مع أي من الدول الإقليمية التي تتدخل في سوريا، نعم لأنها لها اعتبارات واستراتيجيات مختلفة. هي محاولة بشكل تدريجي إعادة السلطة الشرعية لكل الأراضي السورية، والعمل سياسيا مع هذه الدول، لأن الصدام معها يعني صدام مع الناتو. ونحن نعرف أن الولايات المتحدة جاهزة دائما لإعادة خلط موازين القوى، وهذه يعني هذه الحساسية في العلاقة تفرض على روسيا التعامل بهكذا شكل مع القيادة التركية. طيب دكتور مسلم، ذكرت في بداية النقاش بأن أحد الأهداف هو تحريك عجلة الحل السياسي المتجمدة واللجنة الدستورية، ولكن وفقا للنظرة الروسية وحتى السورية حتى اللحظة الأمور غير مستقرة في إدلب، فعلى أي أساس يبحث تحريك عجلة الملف السياسي؟ يعني هو باتفاقات جنيف وأستانا وسوتشي دائما كانوا يتحدثون عن انطلاق أعمال اللجنة الدستورية بغض النظر عن الوقائع الميدانية. نعم تفرض نفسها هذه الوقائع وموازين القوى على الأرض، وهي لم تعد لصالح النظام التركي والمنظمات الإرهابية أو ما يسمى منظمات مرتبطة بدول أخرى. انطلاق العملية في ظروف الحالية هو لصالح النظام السوري ولصالح القوى الوطنية السورية. نعم هناك مسائل عالقة ما زالت روسيا تحاول دبلوماسيا وسياسيا مع النظام في تركيا، وهو أن يشارك المكون الكردي الأساسي في هذه الحوارات. حتى الآن لم تنجح هذه المفاوضات، لكن يبدو أن الأمور ستتجه لتصل إلى خواتمها الجيدة، ويكون المكون الكردي عاملا مهما في الحوار المقبل للجنة الدستورية. هذا بشرط تغيير موازين القوى التي تغير جزء منها في المعارك الأخيرة، وأعتقد أنه سيتغير كثير منها لاحقا. طيب ختاما، هناك يعني من ربط بين كشف الحكومة السورية عن أعداد المصابين بفيروس كورونا بالتزامن مع انتهاء زيارة وزير الدفاع الروسي، كيف تنظرون إلى هذا الترابط؟ لا أعتقد أي صلة بين المسألتين. يعني ليس من المبرر لا منطقي ولا سياسي أن ينتظروا حتى يسافر وزير الدفاع الروسي ليعلن عن عدد الإصابات. قد تكون صدفة، قد تكون مجرد يعني معلومات أو ربطها فيما بينها ليس حقيقة، ليس له أي دلائل سياسية أو حقائق معينة. وأعتقد أن روسيا حكما وكما قلت سابقا تسعى إلى الحفاظ على أن لا يتضرر جنودها مما يسمى وباء الكورونا. وهذا موضوع كان يعني أعتقد، لا أقول أعرف تماما، لكن أعتقد أنه كان ثانويا في الحوار. نعم في نهاية الوقت المخصص أنا أشكرك جزيلا من موسكو الدكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي. بعد الفاصل حظر التجوال في الرقة والإجراءات المتبعة من قبل خلية الأزمة المشكلة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فيما لو طال الحظر.